عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم اليوم كالعادة في فيديو جديد، وديما عندنا جديد وديما نجيبو لكم جديد. واليوم كالعادة رجعنا لكم بموضوع باش نحكيو عليه توا، اللي هو حنا بعل المجبري والأحداث اللي صارت واللي رافقت بعد مباراة ليفربول. حنا بعل المجبري وشنو حكيت عليه الصحافة العالمية، حنا بعل المجبري وشنو قال عليه جمهور اليونايتد، حنا بعل المجبري واخر تصريحات المدرب الجديد المدرب القادم لمانشستر يونايتد، حنا بعل المجبري فخر لكل التوانسة وفخر للعرب. من الاخر حنا بعل المجبري مكسر الدنيا توا. من الاخر اذا كان باش نحكيه وحنا بعل المجبري يستحق البوليميك الكبيره اللي قايم عليه توا، يستحق ردة الفعل نتاع جمهور اليونايتد، يستحق ردة فعل نتاع التوانسة كيفاش تفاعلت مع حنا بعل المجبري. بصراحة ما نجمو كان نقولوا برافو. باش نحكيو أكثر في لي ديتاي باش نتعمقوا، باش نحكيو كيما قلنا على ثلاثة محاور هذيما، حنا بعل المجبري والتفاعل الصحافة العالمية، وأهم ما قال جاري نيفل على حنا بعل المجبري، وباش نحكيو على جمهور اليونايتد، وباش نحكيو على المدرب الجديد والمدرب القادم لمانشستر يونايتد، وشنو كانت ردة فعله، وشنو قال على حنا بعل المجبري. هذا الكل باش نرجعوا له أكثر بلي ديتاي، لكن ما تنساش تشترك في القناة وتنزل لايك وتنزل على قوس باش كل فيديو جديد يهبط يوصلك وهكا تلقاه وتتفرج فيه. يلا نبداو نحكيو. باش نحكيو اليوم على حنا بعل المجبري، حنا بعل المجبري اللي 6 دقائق دو جو في التيران كسر بهم الدنيا، خلى الصحافة العالمية تحكي عليه كما قلنا وكما حكينا. باش نحكيو على الصحافة العالمية، باش نحكيو جمهور ردة فعل جمهور اليونايتد شنو قال وشنو حكي على حنا بعل المجبري، باش نحكيو كيف كيف على جاري نيفل شنو حكى وشنو قال على حنا بعل المجبري. باش نبداو نحكيو بجاري نيفل اللي هو أسطورة من أساطير مانشستر يونايتد، مش اليوم باش نحكيو عليه، واللي قال على لاعبية مانشستر يونايتد كانوا يستنيو حتى دقيقة 84 باش يهبط حنا بعل المجبري ويشوفوا اللعب الرجولي في التيران، ويشوفوا اللي حب الانتصار، ويشوفوا كيفاش لما تحب انت تنتصر انك انت كيفاش تجري بالجرينتا. كيفاش قلنا وحكينا في الفيديو اللي فات وقلنا على حنا بعل المجبري اللي كان يجري برشا في التيران وكان يعمل في ردة فعل ما هيش عادية، وهذاك اللي شد انتباه ملاعبية مانشستر يونايتد وشد انتباه جاري نيفل في حد ذاته وشد انتباه جماهير اليونايتد اللي حكيت عليه. تنرجعوا اكثر في التفاصيل على الصحافه العالميه جمهور اليونايتد شنو حكى، لكن توا باش نركزوا على جاري نيفل شنو حكى. قال ردة الفعل نتاع الملاعبي هذايا جواريت المان يونايتد تعلموا من الملاعبي هذايا انه هبط وعارف روحه انه خاسر، وهبط لما كان الفريق نتاعو خاسر 3-0 ديجا مباراة وفات والبارتي وفات وراحت على روحها. لكن الملاعبي هذايا كبش بلغتنا، الملاعبي هذايا هبط موتيفي حب يجري اكثر في التيران، حب يوري روحه وحب يحسسهم لكونه هو موجود مي ما لقاش الفرصه نتاعو. وهذا اهم ما قال عليه جاري نيفل، انه الملاعبي هذايا عنده مستقبل كبير، وانه هو فرحان برشا بالتواجد نتاعو في المان يونايتد، ويستنى من حنا بعل المجبري اني باش يشوفه في حاجه مخير وباش يشوفه في تالق ما اكثر مع اليونايتد. وكالعاده مازلنا نحكيو على حنا بعل المجبري والصدى الكبير اللي خذيه حنا بعل المجبري من الاخر وعلى الاخر. حنا بعل المجبري ابدع وشرفنا احنا كتوينسا، وهذيك علاش اليوم عاودنا حكينا مره اخرى على حنا بعل المجبري، خاطر الصحافه العالميه اللي اشادت بالمردود والمستوى اللي قدمه حنا بعل المجبري وقالت عليه هذه اللعب الرجولي، هذه اللعب الرجولي اللي قاعد يستنى 84 دقيقه في المباراة باش يشاهدوا حنا بعل المجبري يحب يفك الكرة، يحب يجري، يحب يتحرك، يحب يعمل رياكشن، ما يحبش يقعد يتفرج وما يسلمش وما يهبطش يده، ما يهبط يده ويستسلم الا ما توفى 90 دقيقة. وهذا زادت الحكاية اللي كانوا حكيوها جمهور اليونايتد. تصور انت فريق خاسر 4-0 وجمعيته خاسرة 4-0 وهو يحكي على اللعب الرجولي متاع حنا بعل المجبري، ويحكي على الاداء والجرينتا اللي هبطت بها حنا بعل المجبري للتيران وكيفاش حب يجري وكيفاش حتى لي فوت اللي عملهم وحتى لي فوت تكنيك وحتى الكارتون جون اللي تحصل عليها. مي هذيك الكل موتيفاسيون، وهذيك الكل كيما نقولوا احنا بلغه الكره تحسوا جرينتا، تحسوا حماسي اكثر منه. لكن هذا خلى رده فعل كبيره وكبيره برشا في الصحافه العالميه وفي جمهور اليونايتد اللي اشاد بمردود اللعب هذي. 6 دقائق كانوا كافيين باش الناس تحكي على حنا بعل المجبري، 6 دقائق كانوا كافيين باش يخليه حنا بعل المجبري يكون في التويتر رقم 1، باش يكون في محرك البحث
على الجوجل رقم واحد، هذا هو حنا باع المجبري التونسي اللي احنا اليوم فرحانين على خاطر حنا باع المجبري موجود. اليوم فرحانين كي نحكي ونسمع ونتكلم على حنا باع المجبري ملاعبي 19 سنه قاعد مع المانشستر يونايتد. ونزيدكم انا حاجه اخرى دو بلوس، تنجموا تدخلوا شان يوتيوب نتاع مانشستر يونايتد اللي فيها 5 مليون، تلقى تصويره حنا باع المجبري موجوده في شان يوتيوب اللي فيها 5 مليون. وقاعدين نحكيو على ملاعبي تونسي ذو اصول تونسيه مشرف التوانسه الكل، باش نتعديو ونحكيو على المدرب الجديد القادم لمانشستر يونايتد اللي هو باش يكون تين هاجن. تين هاجن ماهوش جديد عليكم، معروف مدرب من مواليد 1970 بولندي الجنسيه، وهذا هو المدرب اللي كان قاد الاياكس عام 2018 النصف نهائي تشامبيونز ليج دوروب، وهذاك اللي عمل به الابداع، وهذاك هو اللي طلع برشا ملاعبيه كيما ديونغ مشى لبرشلونه، كيما زياش لعب وخذى وقته وخذى توندو جو كبير برشا مع المدرب هذا. والمدرب هذا على فكره يعول على الشبان، والمدرب هذا كان عجبه الاداء الرجولي خاصه من حنا باع المجبري. رغم هذا ما في رقم تفدلكش مانشستر يونايتد اذا كان يحب يعمل بلان ما يجيش غدوه ينحي مدرب ويحط مدرب، لي يقوم بالتعيين بتاع المدرب في شهر افريل كما احنا توا اليوم، ويبدا العام القادم العمل نتاعو، ويتواصل العمل نتاعو يبدا من الدقيقه الاولى من اللي تعاقد فيه من اليوم يبدا حتى كش اللي يتسلم التقاليد الفنيه الاداره الفنيه لمانشستر يونايتد، وتلقاه محضر البلون تاعو وعنده جوارات قدامه وعنده جوارات باش يسيبهم ويسرحهم وعنده جوارات باش يجيبهم. لكن الحاجه المذيئه في الحكايه هذه الكل انه مدرب يعمل على الشبان، انه مدرب يلانسي الشبان، انه مدرب يعطي فرصه للشبان. ان شاء الله وانت تقول قايد علاش المدرب يعاول على الشبان، خاطر اللاعب الشاب هو قوه متفجره، في اي وقت نجم يتطور، في اي وقت نجم يعطيك اداء خرافي. تلقى الملاعب صغير ينجم يترشق في اي وقت، ينجم يكون الاداء نتاعو عادي فجاه تلقاه ترشق مع المدرب. وديما هنا حكينا وقلنا كيما كلوب في ليفربول برشا جوارات تترشقوا معاه، لكن المدرب هذا ان شاء الله حنا باع المجبري يزيد ياخذ فرصته اكثر في اللعب ويتطور معاه. وعلاش لا نشوفوا حنا باع المجبري اللي هو فخر للتوانسه في درجه اولى وفخر للعرب الكل. ان شاء الله ربي يوفقك حنا باع المجبري، لكن كالعاده ما تنساش تشترك في القناه وتنزل لايك وتنزل على ناقوس باش كل فيديو جديد يهبط. ميرسي بوكو على المشاهده، تصبح على خير الناس الكل.